بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في رابع دروس البلاغة ضمن دروس الدورة العلمية الأولى في علوم اللغة العربية. وقبل أن أبدأ بموضوع الدرس، استوقفتني آية قرأها الإمام وفقه الله وجزاه خيرا، وهي قوله تعالى: وتخر الجبال هدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما إعراب هدى هنا؟ مفعول مطلق، هي مفعول مطلق لأنها جاءت تحمل دلالة الفعل تخر العامة، فكلاهما دالان على النزول والتهدم والزوال. لكن ما الحكمة من استخدام هذا التعبير؟ لماذا لم يقل الله عز وجل وتخر الجبال خرا أو وتنهد الجبال هدا؟ هنا فيما يبدو والله أعلم أن المراد أن يجمع بين معني الكلمتين، فالخر تحمل معاني الطاعة والإذعان والتسليم، ومنه قوله تعالى: يخرون للأذقان يبكون، في طاعة وفي تسليم. وأما الهد فهي تعني الهدم والزوال والمساواة بالأرض، فكأن الله عز وجل يقول: إن الجبال تنهد بصورة كاملة مع الطاعة والإذعان والتسليم. طيب، نواصل حديثنا في اليوم في الغريب في الحديث النبوي، وهذا الموضوع تعرضنا له بالإجمال في مسألة أن الفصاحة يشترط أن تكون الكلمة والتركيب واضحاً دالاً على المراد بشكل أو بوجه ظاهر وبين، لكن هذه القضية طرحت حول الحديث النبوي: كيف يقال إن الفصاحة تشترط عدم وجود الغرابة ثم نجد في الحديث النبوي غريبا؟ هذا هو ما يدور حوله درس اليوم. الغريب في الحديث النبوي: قد يجد المرء في بعض الأحاديث النبوية ألفاظا يستصعب فهم المراد منها، لكن هذا في الواقع لا يطعن فيما قيل من استحسان اللفظ البين الدلالة واستهجان القبيح، لأن الغرابة أمر نسبي يختلف بين الناس بحسب ثقافاتهم واتساع مداركهم، لكن المقياس الذي ينبغي أن يركن إليه ويحتكم إليه للحكم على غرابة لفظ هو مدى ظهور المعنى والدلالة عند أواسط المخاطبين. هنا إشارة إلى هذه المسألة التي ذكرتها، وهي وجود بعض الألفاظ في الحديث النبوي التي لا يتضح المراد منها عند بعض الناس، وقد يستشكلها بعض الناس، وهذا في الواقع لا يطعن فيما قلناه من قبل وأشرنا إلى هذا. لماذا؟ لأن الغرابة المستهجنة هي الغرابة الشديدة وليست مجرد الغرابة أو مطلق الغرابة. الغرابة الشديدة هي الغرابة التي تخالف الفصاحة، وأما الغرابة التي تتعلق بقوم محدودين أو تتعلق بمجتمع معين فهذه يكون تخريجها أو يكون لها تخريج كما سنذكره فيما بعد. ولو تذكرنا ما قلناه في الدروس الأولى، قلنا
إن قواعد اللغة العربية، وهذا أمر مسلم ومعروف، قواعد اللغة العربية مأخوذة مما؟ من كلام العرب. قواعد اللغة العربية مأخوذة من كلام العرب. ولهذا حين تحدثنا عن الفصاحة قلنا إن أمثلتها أو إن قواعدها وشروطها مأخوذة أيضا من كلام العرب. فهل يعقل أن يأتي العلماء ويستنبطوا قواعد تخالف ما وجد في كلام العرب، تخالف ما وجد في القرآن، ما وجد في الحديث النبوي؟ لا يمكن. ولهذا شيخنا الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله يقول إن العلماء ليسوا مغفلين حتى يضعوا قواعد تخالف الموجودة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الشعر الجاهلي وفي الكلام البليغ على امتداد العصور. مستحيل، لا يمكن للعلماء أن يقعوا بمثل هذا، لأنهم استخرجوها أصلاً واستنبطوها من هذا الكلام، وبالتالي فلا يمكن أن يقعوا بمثل هذا الخطأ أو تكون مجرد الغرابة أو مطلق الغرابة مقصودة في شروط الفصاحة. إذن ما المقصود؟ قال المقصود تلك الكلمات التي يوشك الزمان أن يميتها وتصلح للدراسة في أصول اللغات، فهي كما يقول كأنها نقوش أصبحت لا يعرفها الناس ولا يتداولونها. ونحن تحدثنا حين تحدثنا عن الغرابة قلنا إن الغرابة تكون فيما لم يؤلف استعماله، الغرابة تكون فيما لم يؤلف استعماله ولم يأنس العرب إليه. فأما ما أنس العرب إليه وما ألفوه فهذا يكون بعيداً عن الغرابة، لأن العرب لا يأخذون أو لا يستعملون ويدور على ألسنتهم إلا الكلمات الواضحة اللينة البعيدة عن مناقضة شروط الفصاحة. ولهذا الغريب في القرآن والغريب في الحديث النبوي موجود، وسنأتي إلى بيان أوجه الغرابة وكيف تخرج. ولعلي تحدثت في أول درس عن الغرابة في القرآن وقلت ظهر باب من التأليف في غريب القرآن ومعاني القرآن، وهذا الباب كان ينظر إلى الألفاظ الغريبة في القرآن ويبين دلالاتها ومعناها، وهو باب لغوي طرقه اللغويون ولم يطرقه المفسرون. فالذين ألفوا في معاني القرآن هم الفراء والنحاس والزجاج والنيسابوري، وكل هؤلاء من علماء اللغة من اللغويين. والذين ألفوا في غريب القرآن هم أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، وابن قتيبة الدينوري في تفسير غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن، والقاضي عبد الجبار في متشابه القرآن. هؤلاء ألفوا في غريب القرآن. وقلنا سابقا للتذكير إن هذا الباب من التأليف يختلف عن التفسير في فرقين رئيسين. الفرق الأول أن تناوله تناولاً، أن التناول فيه تناول لغوي، فلا تجد فيه أسباب نزول، ولا تجد فيه قصص، ولا تجد فيه تفسيراً للآيات. والفرق الثاني أن باب غريب القرآن والتأليف في غريب القرآن لا يقف عند كل آية من آيات القرآن، وإنما يقف عند الآيات والألفاظ التي يكون فيها ثم إشكال. أما غريب الحديث النبوي فمن
أول من ألف فيه ووصلنا كتابه أبو عبيد القاسم ابن سلام الهروي في القرن الثالث الهجري في الربع الأول منه، وكذلك ثاني الكتب في غريب الحديث النبوي هذا متأخر، النهاية لابن الأثير في القرن السابع، لكن ثاني الكتب الخطابي أيضا من الكتب المهمة، لكن كتابين يسبقانه، كتاب الهروي ثم نسيت الكتاب الثاني لكنه قريب وفي العصر الثالث، عفوا في القرن الثالث، ثم كتاب الحربي، ثم كلها تحت عنوان غريب الحديث، ثم كتاب الخطابي بعد الحربي، ثم كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض على صحاح الآثار، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ثم كتاب النهاية لابن الأثير، لمجد الدين ابن الأثير. هذه الكتب تناولت غريب الحديث النبوي بالوجهة نفسها التي كان، وأيضا كتاب أساس البلاغة للزمخشري من الكتب التي أيضا تناولت هذا الموضوع. فهذه الكتب تناولت غريب الحديث النبوي من وجهة لغوية، وبينت معنى هذا الغريب، واختلفت في مناهجها، بعضها سار على منهج المحدثين في أنه يذكر الحديث ويذكر كل ما فيه من غريب، وبعضها أخذ بمنهج المعجمي فرتب الكلمات الغريبة بحسب حروف المعجم، وبعضها مثل الحربي حاول أن يجمع بين المنهجين فألف في، فكان كتابه يبدأ فيه بالمسانيد، مسند الصحابي فلان، ثم يفهرس أو يقسم الكلمات الغريبة داخل هذا المسند. الفائق في غريب الحديث، أحسنت، الفائق في غريب الحديث، نعم، كتاب الزمخشري هو الفائق في غريب الحديث. له كتاب آخر هو أساس البلاغة، وهو من الكتب المهمة التي وقف فيها عند ألفاظ عامة وليست في الحديث، وبين وجه استعمالها المجازي في كثير منها، فهو مرجع أيضا ومن الأصول التي أفاد منها البلاغيون في مسيرة البلاغة. طيب، قلنا المقياس الذي ينبغي أن يرتكن إليه للحكم على الغرابة هو إما أن ينظر إلى أواسط المخاطبين حين يكون الكلام موجهاً إلى فئة معينة، فينظر إلى أواسط هؤلاء المخاطبين. لو كنت أتحدث الآن إليكم بدون هذا النقل، فمعنى هذا أني ينبغي أن أراعي هذه المجموعة التي أمامي، فما كان غير مفهوم عند أكثرهم داخل في الغريب، وما كان مفهوما عند أكثركم فهو ليس غريبا. طيب، ماذا عن الكلام العام الذي يلقيه المرء في مجتمعات عامة، أو قد يستمع إليه مثل ما يكون عن طريق النقل الحي؟ هنا مقياس الغرابة أو المقياس الذي أو المعيار الذي نرتكن إليه هو أن تكون الكلمة واضحة عند أواسط العلماء باللغة، أن تكون واضحة عند أواسط العلماء باللغة، لا نقول واضحة عند العلماء المتبحرين والمدققين، لأن هؤلاء يعرفون من الألفاظ الغريبة ما قد يصعب على غيرهم فهمه، ولا نقول
المبتدئين، لأن هؤلاء قد يجهلون كما يجهلون قاعدة وكما يجهلون كلمة وكما يجهلون أي معلومة في العلم، فكذلك قد يجهلون معنى لفظة معينة. نعم. وأما ما نجده من غريب في كتب غريب الحديث وسؤال بعض الصحابة عن معاني بعض الكلمات فبالإضافة إلى قلته فإنه لا يدخل في الغموض والتكلف والغرابة المذمومة والكلمات الوحشية لأسباب منها. طيب، هنا نقول فبالإضافة إلى قلته، يعني أول مسألة ينبغي أن نتنبه إليها أن هذا الغريب قليل بالنظر أو بالقياس إلى بقية الحديث النبوي، فالأكثر هو الظاهر الواضح البين، والأقل هو الذي تأتي كلمات فيه تأتي كلمات أو تراكيب تحتاج إلى بيان وإيضاح. نعم، نأتي لأسباب هذه الغرابة. أولاً، قد تكون الغرابة راجعة إلى التركيب لا على وجه التعقيد المعنوي ولكن على وجه سبيل الفهم والاستنباط، والألفاظ المفردة في هذه الحال واضحة كلها، لكن النظر إلى تركيبها معا بحاجة إلى تفسير وإيضاح، وهذا أمر مشتهر معلوم. من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. طيب، هذا هو السبب الأول، أن الغرابة قد تكون راجعة إلى التركيب لا على وجه التعقيد المعنوي. وحين تحدثنا عن التعقيد المعنوي قلنا إنه الذي يعسر فيه الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، أو من المعنى الظاهر إلى المعنى الثاني، هذا هو التعقيد المعنوي. وتذكرون حين تحدثنا عن قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد، وتحدثنا عن دلالة تجمد وأنها يعني فيها إشكال في الانتقال من المعنى الحقيقي وهو جمود العين إلى الكناية عن الفرح والسرور. هذا هو التعقيد المعنوي الذي يصعب انتقال الذهن ويتوعر الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي أو إلى المعنى الثاني أو إلى المعنى المقصود. لكن الصعوبة هنا تأتي من طريق الفهم والاستنباط. الألفاظ واضحة، التراكيب واضحة، صحيحة، موافقة للغة، ما فيها أي إشكال، لكن كيف نشرح هذا الحديث؟ هذا هو المقصود هنا. مثلا ذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ما الإشكال هنا؟ الفطر يعني في العيد بعد الصيام، يوم تفطرون، ممكن أن يقول لي يعني أن يأتي من لا يعرف معنى الحديث فيقول: ما معنى هذا؟ الفطر يوم تفطرون، أكيد الفطر يوم نفطر والصيام يوم نصوم، إذا ما الإشكال هنا أو ما المعنى هنا؟ أصبح فيه غرابة، لكنها جاءت من جهة معرفة المعنى واستنباط المعنى المراد. المقصود كما قال العلماء أن مسألة الفطر أو مسألة تحديد المناسبات الإسلامية العيد والصيام هي مسألة ليس للآحاد فيها دخل، ليست للآحاد، وإنما هي يتبع فيها المسلم ولي الأمر والجماعة، يتبع فيها المسلم ولي الأمر والجماعة، المسؤول عن مثل هذا الأمر. فما يأتي شخص يقول: لا أنا أريد يعني أن أؤخر العيد زيادة، أريد أن أصوم. فالفطر يوم تفطرون بمعنى أن حكم أو تحديد
وقت الفطر ووقت الصيام ووقت المناسبات الإسلامية عموماً الشرعية، الحج، عيد الأضحى وهكذا، هي مربوطة بالجماعة وليس للأفراد أن يفتوا فيها أو أن يحكموا فيها أو أن يقطعوا فيها. إذن زال الإشكال. فتلاحظ أن الإشكال هنا لم يأتي من جهة الألفاظ ولا من جهة التراكيب، وإنما من جهة فهم المعنى. تحتاج إذا استشكلت مثل هذا المعنى تحتاج أن يبينه لك أحد، فإذا اتضح ما تجد فيه أي عسر ولا صعوبة في فهمه. طيب، الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. في مجموعة من الأحاديث تتعلق بمطابقة مقتضى الحال، وهي الأحاديث التي جاءت على هذه الصيغة، تجد أنها مختلفة من موضع إلى موضع، فتجد أن السائل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج ذكر له عليه الصلاة والسلام الحج، وهكذا. ممكن أن تتتبع، وكنت أود لو أن عندنا وقتا لوقفنا عند نماذج منها، لكن نرجع إلى موضوعنا هنا، وهو أين الإشكال في هذا الحديث؟ أين الغرابة في هذا الحديث؟ من أي لفظ؟ من أي جملة؟ من أي عبارة؟ تأملوا الحديث، انظروا فيه. لا فقط انظر إلى ألفاظ هذا الحديث. ما اللفظ والعبارة؟ عفوا، ما العبارة؟ المشكلة هنا. ها؟ أحللت الحلال؟ لا هذه مسألة قلت لك هي التي أنا توقعت أن تثير تساؤلا. لا، هذه لها تفصيل آخر لا أريد أن أدخل فيه الآن. لا، حرمت الحرام. هل يكفي أن تحرم الحرام لكن تفعله؟ رأيت هنا العلماء، لكن لاحظ أنك أنت بطبيعتك وسليقتك تفهم المراد، لكن حين تتأمل هذه العبارة وحرمت الحرام، في المسألة متعلقة بالاعتقاد فقط، وحرمت يعني ظاهر العبارة تدل على الاعتقاد القلبي، فكأن هذا الرجل قال: وحرمت الحرام، حرمت الخمر لكن شربته، وحرمت كذا لكن فعلته. لا، ليس هذا هو المراد. وقد أشار النووي رحمه الله إلى أن المراد حرمت الحرام ولم أفعله، حرمت الحرام ولم أفعله، لكن لعله جاء بمقابلة أحللت الحلال، لما قال أحللت الحلال قال حرمت الحرام. وبالنسبة لأحللت الحلال هذه لا إشكال فيها، لأن الإنسان يكفي أن يحل الحلال ولا يفعله طالما أنه حلال ليس واجبا، لأنه تكلم قال: صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، فأدى الواجبات، ثم قال: أحللت الحلال. فالحلال لا إشكال فيه هنا، لكن الإشكال هو في تحريم الحرام وأنه لا يكفي. فأشار العلماء إلى أن المراد حرمت الحرام ولم أفعله. نعم. الثاني: أن الصحابي وإن كان عربيا لا يحيط بمفردات اللغة كلها لاختلاف بعضها في الدلالة باختلاف الجهات واللهجات، وهذه الإحاطة لا تكون لغير النبي. قال الشافعي رحمه الله: ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. نعم، لسان العربية هو أوسع الألسنة، هذه لا شك فيها، وعلماء اللغة حتى في الدراسات الحديثة بيّنوا حجم المفردات العربية مقارنة بمفردات غيرها من اللغات. فالغرابة قد تأتي من هذه الجهة، من جهة
أن الصحابي وإن كان عربيا لكنه قد تخفى عليه بعض المفردات من هذه الجهة، من جهة أنه لا يحيط بها، ولهذا قال الشافعي رحمه الله إن هذا لا يكون إلا لنبي. وابن حجر رحمه الله علق على قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فقال كأن فيه إشارة إلى أن النبي يعرف اللغات، لأنه مأمور بالتبليغ ورسالته عامة لجميع الناس، فكأن في هذه الآية بلسان قومه دلالة على أنه يعرف اللغات كلها. والشافعي يقول ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، بمعنى أنه يوجد من الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف مفردات اللغة كلها، لكن الصحابي فلان يعرف هذه المفردة والصحابي الآخر يعرف المفردة الأخرى وهكذا، فلا تضيع اللغة، لا تضيع اللغة المستعملة والمأنوسة حتى لا يبقى في الناس أحد لا يعرفها، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه اللغة التي نزل بها القرآن وكان القرآن محفوظا. ثالث، قد يدخل هذا في مخاطبة كل قوم بلغتهم التي قد لا يفهمها غيرهم، قد كان عليه السلام يخاطب كل قوم بلغتهم ولهجتهم التي يتحدثون بها، وقد تكون مما لا يفهمه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، وفي هذه الحالة فإن استعمال أمثال هذه الكلمات يكون من باب استعمال المألوف المأنوس للمتكلف الغريب، بل إنه يكون من مراعاة مقتضى الحال، كما في حديث قتادة رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء، قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. إذن هنا قد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بغريب عند أحد الصحابة الذين يحضرون مجلسه، لكن لأن الحديث كان موجهاً إلى فئة معينة مخصوصة من الناس، فالمهم ألا يكون الكلام غريباً عند هؤلاء، وهذا هو الضابط الذي ذكرناه قبل قليل، طالما أن الكلام موجه إلى طائفة معينة فإن الغرابة تكون حين يكون غريباً عند هؤلاء، وأما حين يكون ظاهراً واضحاً بيناً عندهم لكنه ليس ظاهراً عند غيرهم فهذا من باب المأنوس والمألوف، على العكس يعني ليس غريباً وإنما هو مأنوس الاستعمال. والجاحظ أشار إلى هذه المسألة وقال إن اللفظ الغريب أو الوحشي، قال كما يستهجن اللفظ السوقي فكذلك يستهجن اللفظ الغريب الوحشي إلا إذا كان في مخاطبة الأعراب الوحشيين. والشاهد هنا أن اللفظ الغريب الوحشي إذا جاء في مخاطبة الأعراب
الوحشيين المقصود أنهم الذين يستخدمون هذه الألفاظ، فإنه يصبح من الكلام الواضح الدلالة غير الغريب. حديث قتادة هو الشاهد هنا، أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد القيس هؤلاء في جهات البحرين وهجر والأحساء، فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم أو الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع، هذا هو الشاهد، عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، هذا هو الشاهد. ولهذا تعجبوا كأنهم يقولون هل تعرف النقير، مع أنه شيء معروف عندهم وليس معروفا في مجتمع الصحابة أو مجتمع الحجاز. فقال بلى، جذع تنقرونه ثم تقذفون فيه من القطيعاء، إلى آخر الحديث. الدباء مأخوذة من الدباء وهو القرع، فالقرع بعد أن يؤكل لبه أو ثمرته تترك حتى تنشف فتصبح مثل الإناء. الحنتم عبارة عن جرار، المزفت عبارة عن آنية مطلية بالزيت، ولذلك جاء في رواية أخرى المقير، يعني آنية مطلية بالقار، والقار والزفت كلاهما يدلان على شيء واحد. والنقير قالوا إنه جذع النخلة، جذع النخلة. المقصود أنها كل هذه الأشياء هي أنواع من الآنية التي يضع فيها الناس من هؤلاء، يضعون فيها التمر أو الزبيب ثم يصبون عليها الماء وهو ساخن، فإذا سكن غليانه شربوه، فيكون أشبه ما يكون بالحلى، يعني يستلذونه ويكون فيه حلاوة، في طعمه حلالة حلاوة، وهذه الحلاوة أتت من جهة هذه الأشياء التي يضعونها، لأن التمر والزبيب أشياء حلوة في طبيعتها. ما الإشكال؟ لماذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنها؟ لأنها قد تؤدي إلى الإسكار، إذا تركت قد تتخمر فتكون مسكرة، فنهاهم عنها. وهذا الحديث منسوخ في الأحاديث الأخرى التي جاءت فيما بعد وحرمت ما أسكر، حرمت ما أسكر، فأصبح استعمال هذه الآنية جائزا إلا إذا كان مستعملا على هذه الصفة التي قد تؤدي إلى الإسكار أو تخمر الشيء فيه. إذن الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآنية الأربعة التي لم تكن مستخدمة عند الصحابة وغريبة عند الصحابة، لكنها كانت ظاهرة واضحة الدلالة عند هؤلاء القوم الذين أتوا إليه. رابعا، تجدد المفاهيم والمصطلحات أو ابتكارها، فقد أمات الإسلام ألفاظا وأحيا وابتدأ أخرى، وكان ذلك منه عليه السلام للتعبير عن مفاهيم جاءت مع هذه الشريعة الجديدة التي بعث عليه السلام ليبلغها للعالمين. وكثير من مصطلحات الشريعة هي من هذا القبيل، إذ جاءت لتصبح دالة على مفاهيم جديدة لم يألفها الناس من قبل، وأصبح لها دلالتها الخاصة بها في شريعة الإسلام، كمثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من المصطلحات الشرعية. نعم، هنا المقصود أن الشريعة إذا جاءت فلا بد أن يكون لها مفاهيم خاصة بها، ولا بد أن يكون لها أحكام خاصة بها.
ولهذا الآن تذكرت الكتاب الثاني في غريب الحديث لشاهده، وهو كتاب لابن قتيبة الدينوري مشكل الحديث. نعم، هذا الكتاب بدأه ابن قتيبة رحمه الله بماذا؟ بدأه بمصطلحات الفقه، بدأ الكتاب بالتعريف بمصطلحات الفقه. الهروي بدأ فيه بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أحاديث الصحابة. وبالمناسبة هذه الكتب في الغريب كانت تتناول، لا تقتصر على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانت تتناول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كلام الصحابة ثم كلام التابعين، وبعضها يفرد لكلام النساء مباحث خاصة. لماذا؟ لأن اللغة يحتج بها أو يحتج بلغة هؤلاء القوم فيها. ابن قتيبة تنبه إلى هذا الأمر الذي نشير إليه في السبب الرابع، وهو تجدد المفاهيم والمصطلحات، ولهذا تحدث عن المصطلحات الفقهية وبين ما يزيل الإشكال فيها ويزيل الغرابة فيها ووجه اختيارها للدلالة على هذا الحكم أو على هذه الفريضة في الشريعة. ومثل هذه المصطلحات والألفاظ تحتاج إلى من يكون متبحراً في اللغة وقادراً على غرس ألفاظ جديدة تكون معبرة عن هذه المصطلحات، لأن المصطلحات الشرعية مصطلحات مهمة ينبغي ألا يتطرق إليها اللبس ولا يتطرق إليها التشابه مع غيرها، فينبغي أن تكون واضحة. ولذلك حفلت السنة وحفلت أبواب الفقه بكثير من المصطلحات التي لم تكن موجودة بهذا المعنى الدقيق. من ذلك مثل ما ذكرنا أركان الإسلام، الصلاة، الصيام، الحج، هذه أصبحت دالة على معاني محددة خرجت من معناها اللغوي الضيق أو العام عفوا إلى معنى اصطلاحي شرعي. فالصلاة هي التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وهكذا الصيام الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر إلى المغرب، وهكذا. فأصبحت دالة على أشياء معينة لعلاقة بينها وبين المعنى اللغوي أو الأصل اللغوي العام. والسبب الخامس، استبعاد كلمات مشهورة واستبدال غيرها بها، ويكون ذلك اختيارا وتفضيلا لكلمات لها أثر ترغيبي أو ترهيبي لم يكن لها سابق استعمال في الدلالة نفسها، أو من أجل حكمة تتعلق بطبيعة كل من اللفظ المنهي عنه واللفظ الجديد. وليس من المستغرب أو المستبعد أن تخفى بعض الألفاظ والمصطلحات الجديدة أو المحياة على بعض الناس. من أمثلة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. ومن أمثلته أيضا أنه نهى عن قول خبثت نفسي واستبدل به لقست نفسي، فقال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، أي فترت وكسلت. هنا استبعاد كلمات مشهورة واستبدال غيرها بها، وبالمناسبة فائدة هنا لغوية يكثر الخطأ فيها، وهي استخدام كلمة استبدل. إذا قلت إن 99% من المتحدثين والكاتبين يخطئون باستخدام استبدل فلن أكون مبالغا، يقلبونها. فأقول مثلا استبدل، أو يقولون استبدل الباطل بالحق، وهم يريدون أنه طرح الباطل وأخذ الحق. ما رأيكم بهذا؟ استبدل الباطل بالحق، والصحيح
استبدل الحق بالباطل. القاعدة تقول الباء تدخل على المتروك، احفظوها، الباء تدخل على المتروك. ولذلك قال الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنكر عليهم، لأنهم تركوا الذي هو خير وأخذوا الأدنى الأقل. وهذا يكثر فيها الخطأ فتنقلب كثير من المعاني، وللأسف أحياناً تجد مثل هذا الخطأ في لوحات كبيرة أو عبارات مهمة تريد بعض الجهات أن تشجع على الإقبال عليها أو على المشاركة معها، فتجد مثل هذا الخطأ. طيب، نأتي إلى السبب الخامس، وهو استبعاد كلمات مشهورة واستبدال غيرها بها، بمعنى أن العرب كانوا يستخدمون كلمات، واللغة العربية بطبيعتها لغة ثرة واسعة وثرية وفيها كنوز، وكثيراً ما تكون الكلمة أو المعنى كثيراً ما يكون يعبر عن المعنى بعدد من الألفاظ وعدد من الكلمات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليربينا من خلال الكلمة، من خلال العبارة، وهذا سمو ورقي بأخلاقنا يبلغ الغاية. وهذان الحديثان ربما يخفيان على كثير من الناس، ولو تتبع المرء مثل هذا في السنة النبوية لربما يجد مادة جيدة. فقال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلنا عبيد الله وإماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. لاحظتم كيف الجمال والسمو المرتبط بالألفاظ وبالعبارات، حين تكون عباراتنا دالة على مكنون صدورنا من الأخلاق الحسنة. هذا هو المطلوب، وهو هدف من أهدافنا في دراسة البلاغة. وكما وقفنا عند مثلا حديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة إلى آخره. فالإسلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يربي جيل الصحابة وأن ينهض بالمسلمين في ألفاظهم وفي أخلاقهم، وكل لفظ كان موهما مخالفة أصل من أصول الأخلاق الكريمة والشريفة كان يستبعده. فلاحظ، مع أن المعنى صحيح والرق موجود، قال: لا تقل عبدي وأمتي، خاطبهم بطريقة تشعرهم بشيء من التقدير، تشعرهم بشيء من الاحترام. ولو جئنا إلى العصر الحاضر ستجد أن بعض الناس يخاطب عماله بأسلوب فيه شيء من الجفاء والغلظة، وكان قادراً على أن يخاطبهم كما يخاطب غيرهم. وهذا نأخذه من هذا الحديث، فليس المقصود أن هذه اللفظة فقط، وإنما كل لفظة أوهمت أو أدت إلى إشكال في طبيعة الأخلاق الحسنة فينبغي أن يتجنبها المرء ويبتعد عنها. والحديث الثاني قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. خبثت ولقست في اللغة بمعنى واحد، بمعنى فترت وكسلت. طيب، ما دام عندك خيارات فاختر اللفظ الذي لا يحمل معه إيحاءات ودلالات أخرى غير مقبولة وغير مرغوبة. لأنك إذا قلت خبثت فقد يأتي من لا يفهم
كلمة أو ما لا يفهم معنى خبثت، فيظن أن صارت نفسك، أن نفسك صارت خبيثة. والخبث أمر لا يريده أحد ولا يرغب به أحد. إذن ما البديل يا رسول الله؟ قال: قل لقست نفسي. فإذا لقست فتاي وفتاتي، هذه الألفاظ حين زرعها الرسول صلى الله عليه وسلم أو غرسها في المجتمع كانت ألفاظاً جديدة حديثة، لربما يستشكلها من لم يفهم أو من لم يحضر أو من لم يدرك معناها. فإذا هذا نوع آخر من أنواع الألفاظ الغريبة في السنة النبوية. لعلنا نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه نفعا وفائدة، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.